للحديث عن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والرفض الشعبي لغياب العدالة الاجتماعية في العراق وسط استمرار عمليات الفساد وسطوة الأحزاب، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة، بداية مرحبا بك. العالم يحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى أي مدى هذه العدالة متوفرة في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. في الحقيقة الذي يحدث في العراق يعني يعطي صورة واضحة أنه لا توجد في الحقيقة أي عدالة اجتماعية. يعني هذا اليوم الذي هو يوم تعزيز العدالة الاجتماعية الذي تحتفل به الأمم المتحدة والمفروض أن يحتفل به جميع دول العالم بالمنجزات التي يحققونها في العراق، الواضح أن الفقر الذي هو من أحد أهم أسباب عدم تحقيق أي عدالة اجتماعية يرتفع نسبه كل سنة في العراق. لا يزال التهميش والتمييز وعدم المساواة في العراق. طبعا التمييز هذا يشمل نواحي كثيرة، منها التمييز بين الجنسين، التمييز في الحصول على فرص عمل، التمييز الديني وغيرها، التمييز العرقي وغيرها. البطالة التي أصبحت متفشية في العراق ولها نصيب عالي خاصة بين الشباب. حقوق الإنسان التي يعني تتدهور أحوالها كل يوم في العراق في ظل انعدام الأمن، انعدام الخدمات الأساسية، تفشي الميليشيات التي عاثت في العراق فسادا ويعني وساهمت في تغييب الكثير من العراقيين والتهجير من الكثير من العراقيين. الضمان الاجتماعي الذي يجب يضمن حياة كريمة ويضمن يعني انتشال العوائل الفقيرة من الحالة المأساوية التي تعيشها غير موجود في العراق. يعني الكثير تفشي يعني من ضمن حقوق الإنسان هو العدالة في الحصول على إخضاع الفاسدين مثلا للمساءلة وتقديمهم للعدالة، هذا أيضا غير موجود في العراق. الكثير يعني الحقيقة من صور أكثر انعدام العدالة في العراق موجودة. أكثر من عقدين يعني العراقيون تحت وطأة الظلم والإقصاء والتهميش، ما مدى مسؤولية النظام السياسي والاقتصادي القائم في غياب العدالة الاجتماعية في العراق دكتورة؟ بالتأكيد انعدام العدالة الاجتماعية يقع مسؤوليته على عاتق النظام السياسي والحكومات التي تعاقبت على العراق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. هذا النظام السياسي هو أصلا يعاني من كونه يعني هو أسس للتمييز بين العراقيين وقسمهم إلى طوائف وساهم في انقسام الشعب العراقي، ساهم في الفقر، وصول العراق إلى هذا المستوى العالي من الفقر، مع العلم أن ثروات العراق تؤهله لأن يكون بين مصاف الدول الأغنى في العالم. عدم التزام هذا النظام السياسي بأبسط يعني تحقيق الحقوق للعراقيين، وخاصة أن هذه الأحزاب السياسية الحالية والميليشيات جميعها تكتسي بصبغة دينية، والتي يعني وما تقوم به هو منافي حتى للدين الذي ينادي بالقضاء على الفقر ويعني توفير العدالة وغيرها وحقوق الإنسان. يعني هذا النظام الأساس السياسي في العراق هو الأساس في خراب ووصول العراق إلى هذا المستوى. أيضا يعني دكتورة، بلا شك يعني أمام استمرار سياسة الإفلات من العقاب والفساد الحاصل، إلى أي مدى تعتبر الأمم المتحدة وبعثت الأمم المتحدة في العراق شريكة فيما يجري، لا سيما مع دعمها انتخابات يعني هي تعلم سلفا أنها انتخابات مزورة؟ بالتأكيد يعني ما يحدث في العراق تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة وأن هذا الخراب الذي حل بالعراق هو نتيجة تدخل الخارجي ونتيجة العدوان الأمريكي على وحلفائه على العراق، والذي سكتت عنه الأمم المتحدة والآن تأتي وبعثتها لكي تدافع عن النظام السياسي وتدافع عن المنجزات الأمريكية أو ما تدعيه من وصول الديمقراطية وغيرها.
للعراق، وتساهم في أن يعني تحاول بكل الطرق أن تظهر أن ما يحدث في العراق هناك يعني صحيح، هناك يعني تدهور في حقوق الإنسان، ولكن تطمن أن هناك يعني تقدم يحدث وأن الحالة سوف تتقدم نحو الأفضل، يعني مما يؤكد أنها مشاركة فيما يحدث في العراق وتتحمل طيب. مسؤولية، جزء كبير من المسؤولية. بالتأكيد أنتم يعني تتابعون ما يجري، يعني كيف أسهم الظلم الجاري في العراق بزيادة أعداد اللاجئين العراقيين في العالم، وهذا أمر مثبت. إلى أي مدى يمكن دكتورة اعتبار ما يجري هو سياسة ممنهجة لإفراغ العراق من قدراته البشرية؟ في أي دولة عندما يحدث عدوان على هذه الدولة ويحدث يعني مثل ما حدث في العراق من استحداث أمريكا لهذا النظام السياسي الطائفي الذي ساهم في تدهور أحوال العراق، من أهم ما النقاط التي يؤكد عليها هو إفراغ العراق من كافة الكفاءات والمثقفين وغيرها من الذين ممكن أن يكونوا قدوة للمجتمع العراقي وممكن أن يقودوا المجتمع العراقي وممكن أن يساهموا في توعية الشعب العراقي. أهم ما تنادي به هذه الدول العدوانية هو القضاء على الثقافة، القضاء على يعني السلم في العراق، القضاء على تساهم في تفشي الجهل، خاصة ونحن نعرف الآن أن الكثير ممن يحتلون القيادات في العراق لديهم يعني شهادات مزورة ويحاولون أن يعني يغطوا على هذا الموضوع بكافة الطرق حتى عن طريق سن القوانين. يعني هذا كله يؤكد أن ما يحدث في العراق هو عملية لإفراغ العراق، خاصة وأن العراق قبل عام 2003 وصل إلى يعني مستويات متقدمة من وجود كفاءات وغيرها الذين ساهموا في إعمار العراق، خاصة بعد عام 1991 والعدوان الأمريكي على العراق. على ما يبدو أن نعم دكتور، على ما يبدو أن في العراق ما يجري في العراق لا يخفى على العالم، ماذا عن دوركم كمنظمات حقوقية في إيصال الرسالة ووضع آليات، إن صح التعبير، آليات قضائية دولية لإنهاء غياب العدالة الاجتماعية في العراق مع هذا القمع الجاري للحريات في العراق؟ نعم، يعني بالتأكيد يعني دور المنظمات الحقوقية والمراكز الحقوقية يعني في هذه المرحلة هو الذي يجب أن يعول عليه. هناك الكثير من المنظمات والمراكز الحقوقية ومن ضمنها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، يعني نعمل بكل جهدنا من أجل إيصال حقيقة ما يحدث في العراق وإيصال الصورة التي تحاول الحكومة وتحاول الأمم المتحدة التغطية عليها، ويعني محاولة من أجل أن لا تصل هذه الصورة إلى العالم عن طريق طبعا توثيق ما يحدث في العراق، يعني توصيل كل يعني ما يحدث في العراق عن طريق يعني ما يتم توثيقه بصورة دورية، أيضا اللقاءات والندوات التي نحضرها ونحاول عن طريقها أن نوصل ما يحدث في العراق، المناشدات التي تصل من العراقيين التي تؤكد ما يحدث من انتهاكات أيضا نساهم في نشرها من أجل إيصال صورة واضحة للعالم عما يحدث في العراق، وبالتالي محاولة تغيير للواقع الذي يعيشه العراق. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.